أمريكا وألمانيا يعتقدوا أن لديهم القدرة والضرورة للتعاون على هذه الأمور. الرئيس بايدن ركز في أول 6 أشهر من رئاسته على إعادة إحياء التحالفات والتعاون والإيمان بالمؤسسات الدولية في كل المجالات. ألمانيا هي أقوى وأقرب شريك لنا. أعتقد أننا نؤمن أيضاً ونتفق أيضاً أن لدينا مسؤولية بالتحديد خلال هذه اللحظة حتى نظهر أن الديمقراطية يمكن أن تفيد ويمكن أن تحسن حياة المواطنين لدينا وفي كل أنحاء العالم. المثال الذي أوضحته ألمانيا والمستشارة متميز جدا، واليوم العمل الذي قامت به ألمانيا بشأن ليبيا يوضح هذا، ونحن نتمنى أن ليبيا تسلك مسار الأمن والاستقرار والحرية والاستقرار، وذلك بدعم المجتمع الدولي. هناك العديد من الأشياء نتحدث عنها كروسيا والصين والعديد من القضايا المختلفة، وأنا شاكر لسيادة المستشارة على وقتها، وأقول لها أن الرئيس بايدن يتطلع لمقابلتك في واشنطن. شكرا جزيلا.